الموضوع ما وقفش عند كده، التطوع كان رهيب كله. بالرز مرتضى ما يفوتش شوكولو، يفوتش مشهد زي ده، لازم يواصل السباب. ما كانش فيه دخل في الموضوع انه يفتح هذا الباكابورت بهذه الطريقه مثيره للاشمئزاز الا كونه جوكولو. وانت يا بكرم محمد احمد، انت مانعني من الكلام عشان انا قلت على ايمن نور عميل وخاين في الحلقه اللي انت وقفت البرنامج وقفت مدحت شلبي بعديها؟ انت وقفني علشان قلت الولد قليل الادب معتز وتر شاذ اللي بيشتموا مصر، وقفني عشان ده؟ شعب السعوديه المحترم، انا كنت النهارده عايز اعمل مداخلات اقول رايي في ما يحدث من ابتزاز للشعب السعوديه والدوله السعوديه والحكومه السعوديه من امريكا وقطر وتركيا. يا شعب السعوديه المحترم، المخابرات التركيه القطريه هي اللي خاطفه الخاين العميل جمال خاشقجي. اما خديجه اللي فجاه ظهرت في الصوره، اصل خديجه جنكس خان، جنكس خان على دماغك. انا عندي هنا في النادي، في نادي الزمالك، لما واحد يبقى عايز يخش النادي يقول لي اصل انا معايا خطيبتي، اعرف ان معاه صاحبته ما بدخلهاش. اما خديجه اللي فجاه ظهرت في الصوره، اصل خديجه جنكس خان، جنكس خان على دماغك. انا عندي هنا في النادي، في نادي الزمالك، لما واحد يبقى عايز يخش النادي يقول لي اصل انا معايا خطيبتي، اعرف ان معاه صاحبته ما بدخلهاش. شوف يا اخي البداءه والحقاره في مصر. يقول لك وقفتوني عشان بشتم معتز مطر. انا هكمل شتيمه اهو، هشتمه وادافع عن طال عمر، وما فكرش ولا تحليل ولا اي حاجه. هي المخابرات التركيه والقطريه من غير تفكير ولا ادله ولا براهين. احنا نطلع نشتم ونبجح طول ما احنا في حمايه الدبابه والكفيل، دبابه ورز، نشتم اي حد ونقول اي حاجه، ولا قانون ولا ما قانونش. احنا نطلع نقول اي حاجه ونشتم اي حد.